عشان عشت طفولتي بره مصر وتربيت طول عمري في مدارس اجنبيه، فالعربي كان دايما بالنسبه لي لغه ضعيفه. كي بعرف اتكلم عربي بس مفرداتي قليله، ما بعرفش اكون جمله من غير ما احط فيها شويه كلمات انجليزي، ومخي شغال بالانجليزي مش بالعربي. لما جيت مصر وبالذات بعد ما بقى عندي ولاد ومش عايزاهم يحصل لهم زي ما حصل لي، فبقى بالنسبه لي مهم قوي ان انا العربي بتاعي يتحسن، مهم قوي ان انا اكون مخزون من اللغه يساعدني ان انا اعرف اتكلم بالعربي من غير ما الجا للكلمات الانجليزي ومن غير ما افكر بالانجليزي وانا بحاول اتكلم. طبعا انا بتكلم على الكلام بس، ما دخلتش حتى في الكتابه اللي هي كانت بالنسبه لي تقريبا شبه مستحيل. اول ما قررت اعمل كده وتحمست قوي، رحت نازله اول حاجه عملتها اشتريت 10 كتب عربي علشان اقراهم، وحطيت لنفسي في جدولي كل يوم ساعه هركز فيها على تحسين العربي. دخلت في الاول قريت ايه الحاجات اللي بتحسن اللغه، لقيت القرايه، لقيت ان انا اتفرج على التلفزيون بالعربي، لقيت ان انا احاول على قد ما اقدر اتكلم بالعربي، فقررت ان انا في الساعه دي هركز ان انا اعمل ده بالظبط. اول يوم بمنتهى الحماس عملت كده، تاني يوم عملت كده، تالت يوم ما كنتش قادره، كان جدولي مليان فما عملتش حاجه خالص. رابع يوم كان الرجوع للي انا كنت بعمله صعب، بس قلت يلا وقومي، ما عملتش ساعه، عملت تقريبا ساعه الا ربع. على اخر الاسبوع قلت اشوف بقى التحسن اخباره ايه. طبعا ما كانش في تحسن واضح، التحسن كان قليل جدا. ليه انا بحكي لكم الحكايه دي؟ لان ده بالظبط اللي بيحصل كل مره بنحاول نتبنى في حياتنا عاده جديده ونبدلها بدل عاده قديمه. قيسوا على كده لما بنحاول نخس، قيسوا على كده لما بيكون مثلا انا انسان عصبي بحاول اكون انسان هادي. من الكتب اللي قريتها وفرقت معايا قوي The Power of Habit. The Power of Habit بيتكلم على ايه اللي بيكون العادات عند الانسان، وازاي اللي عايز يغير عاداته من عادة قديمة لعادة جديدة محتاج يشتغل. ابدأ بالبسيط، ابدأ بالسهل. يعني انا اول غلطة عملتها ان انا نزلت اشتريت 10 كتب، فبقى بالنسبة لي محتاجة اقرأ 10 كتب عربي. لا، كنت اشتريت كتاب واحد وبدأت بيه، ولما قرب اخلصه اشتري كتاب تاني، لان حماسي وانا بقرا كتاب وقربت اخلصه غير حماسي وانا قدامي 10 كتب وحاسه ان انا لسه قدامي كتير عشان اوصل. والغريب ان الكتاب بيقول حتى لو انت تقدر النهارده تعمل ساعه، لا اعمل 10 دقائق، لغايه لما شويه بشويه ال 10 دقائق يبقوا ربع ساعه، الربع ساعه يبقى تلت ساعه، تلت ساعه تبقى نص ساعه. ليه؟ لانك لو عملت ساعه النهارده اللي هيحصل انك بكره هتقول ايه، انا مش فاضي بس مش مهم، انا عملت ساعه امبارح، ده بيعوض ده. فاللي بيحصل انك بتوقف وبتوقف فتره، وعبال ما ترجع تاني بتلاقي الرجوع لحاجه انت بداتها اصعب من البدايه الاولانيه، وده بنشوفه كتير في حياتنا. الحاجه الثالثه، ما تقعدش كل شويه تحاول تقيس هو انا وصلت، هو انا اتحسنت، هو انا بقيت احسن. اسهل مثال لده لما بنكون عايزين نخس، بنبدا مثلا نعمل رجيم او نمشي على نظام غذائي معين. ما ينفعش ان انا من ساعه ما ابدا كل يوم اطلع على الميزان 5 مرات وكل مرة ايه ده هو انا لسه ما خسيتش، ايه ده هو انا لسه ما خسيتش. كلنا بنعمل كده على فكرة. اللي بيحصل ان انا لو نسيت الموضوع، ركزت بس على ان انا امشي على النظام الغذائي اللي انا المفروض امشي عليه، هلاقي ان انا بعد فترة خسيت فحنبسط. لكن لو فضلت كل شوية تابع كل شوية تابع ما بلاقيش تغيير فبأحبط. على فكرة نفس الحكاية سبحان الله ربنا خلقها في الطبيعة. هو احنا بنشوف ولادنا وهما بيكبروا قدامنا؟ لا، ما بنشوفهمش، هما كل يوم بيكبروا حتة صغيرة في حتة صغيرة في حتة صغيرة. فجأة ايه ده الولاد كبروا، ايه ده الولاد اتخرجوا، لكن النمو بتاع كل يوم ما بنشوفوش ما بنلاحظوش، واكيد ربنا له مغزى في ده. الحاجة التانية كمان، انك لما تكون هتتبنى عادة بيقولك دور على حد ممكن يمشي في الموضوع ده معاك، لان احنا بنشجع بعض، بنتابع مع بعض، بنحفز بعض، بندي لبعض اساليب وطرق ان كل واحد فينا والله انا جربت الطريقه دي ونفعت، ما تيجي نتفرج على الفيلم ده مع بعض، على فكره لما اتفرجت على الفيلم بقيت احسن، وهكذا. اول ما بدات اكتب عربي اول تعليق كان جالي، والحمد لله انه جالي في برايفت مسج، قالت لي انا شفت قليل وكتير بس النهارده بالضاد دي حقيقه عمري ما شفتها. وقيسوا على كده كلام كتير كان بيجيلي، ساعات كنت بحبط، ساعات كنت بقول ايه، ما انت ضعيفه وعارفه انك ضعيفه يا رانيا، ما تحاوليش، خليكي في الانجليزي وخلاص. وساعات كنت بقول لنفسي مش هتقدري، بس في الاخر فضلت اسعى
اسعى اسعى اسعى لغايه لما الحمد لله النهارده اقدر اقول ان العربي بتاعي اتحسن كتير. هل بقى ممتاز؟ لا. هل عندي مفردات ما حصلتش؟ لا. هل دايما بعرف اتكلم بطلاقه باللغه العربيه؟ لا. بس الفكره كلها ان انا النهارده حاطه قدامي هدف ان انا افضل اشتغل على الهدف ده، على العاده دي، عشان احاول اغيرها، وبشتغل عليها وبحاول اغيرها شويه بشويه. اي حد عايز يغير عاده هيلاقي ان الخطوات دي لما بنمشي عليها بعد شويه بنغير الاوتو بايلوت من العاده القديمه للعاده الجديده، بتبقى هي الاوتو بايلوت. لكن ده بياخد وقت واصرار ومجهود وسعي كتير من غير البص على نتايج كل شويه.